زالت الحكومة كلها، مطلب الشعب كله وخاصة الشباب البطل، كل المحافظات العراقية لا يعلمون، يعلمون يعلمون جيد من قتل المتظاهرين، أحزابهم المتنفذة ولا واحد يضل، شلع قل الأحزاب الفاسدة كلها مظل بالعراق ومحاسبتهم لا تكفي ولا أي استقالة من عدم تكفي، محاكمتهم واحد واحد بدم الشهداء، لا مطالب ولا توصيف ولا كل ما يفيدنا، واحنا ما نطلب من عندهم طلبات، هاي خيراتنا احنا بكيفنا شو نسوي نسوي، هم هسه مطالبين باول شيء بدم الشهداء، غير نقاش ما عندنا وياهم، يتحاكمون واحد واحد حتى مو على الاموال، اول شيء على دم الشهداء او على هاي الابادات الجماعيه، والطرف الثالث ماكو طرف ثالث، هم كذب بكذب، يقولون المندسين عوف المندسين، اللي ورا الصبات اللي يضرب بالمتظاهرين هذا هم مندس، يلا احنا ويانا مندسين ما يخالف، هاي الصبات هذا الجمهور والاحرار من وراي والقنوات كلها تصور دا ينضرب من ورا الصبات حي وقنابل وسموم كلهم، مو مسير الدموع لا، انا اكل مواد كيميائيه عوفك من المندسين، انا جيهم اكو مندسين على عين وراسي، اللي ورا الصبات بدا يضرب مباشر هذا هم مندس، كلها شوفها الكاميرات، هم ماكو طرف ثالث، هم الطرف الاول وهم الطرف الاخير، واول طلب محاكمتهم شلع ماكو استثناء من البرلمان والاصغر واحد بيهم ولا بيهم شريف فكيلك الله، وبس الله ياخذ الرتبه من عبد المهدي، ومو بس عبد المهدي هذا هيك الاحزاب كلها شلع ولا واحد كلها، واول طلب مو طلب لا هذا اجراء عليهم المحاكمه بدم الشهداء، محاكمه بس الله ياخذ الرقبه وعلى حسه احكي واطلع واطب وبس الله، نخاف من عنده احنا ما نخاف من اي واحد، يقتلون 10 نصير 100، يقتلون 100 نصير 1000، يقتلون 1000 نصير مليون، الاخر نفس علاقه احنا وياهم. لا ما نقبل باستقالة سيدة عادل عبد المهدي، استقالة عبد المهدي ما راح تحل شيء ولا تغير لنا الوضع، احنا سبق وقلنا ايش نريد، استقالة الحكومة، حل البرلمان، تشكيل حكومة مؤقتة، ومحاسبة القتلة، ومحاسبة عادل عبد المهدي، ومحاسبة الأحزاب بالدرجة الأولى، الأحزاب التي قتلت الشعب العراقي الموالية لإيران بقيادة قاسم سليماني، هذا نكتفي به، لأن استقالة عبد المهدي لا تحل لنا شيء ولا راح تغير أي شيء من الموضوع، حل الحكومة وحل البرلمان، انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة بإشراف أممي، ومحاسبة كل الأحزاب الموالية لإيران بإشراف قاسم سليماني، كلهم يعلمون القادة العسكريين وأمرهم يلتقون من رئيس الوزراء اللي هو عادل عبد المهدي، لأن ماكو ويتعان الرجال عسكري وأعرفوا الأوامر، ماكو ضابط عسكري يتخذ إجراءات إذا ما تجي أوامر من الجهة العليا، والطرف الثالث اللي يقولوا إحنا ما نعرف الطرف الثالث، الطرف الثالث هم الحكومة وأحزابهم الموالية لإيران، شكو حزب موالي لإيران هو قتل المتظاهرين، فلا يقولوا لنا بعد الطرف الثالث هي مكشوفة، الطرف الثالث الأحزاب اللي موالية لإيران بقيادة حج سليماني قاسم سليماني هم القتلة والمتظاهرين هم الطرف الثالث. Let's go.
بالنسبة لاستقالة عادل عبد المهدي هذا يعتبر نصر أولي بالنسبة للمتظاهرين بإزاحة الزمرة الفاسدة، الحكومة الفاسدة التي قتلت المتظاهرين بدم بارد. ولكن إذا عدنا إلى قتل المتظاهرين فهذا يعود إلى حرق السفارة الإيرانية والثأر من قبل الإيرانيين أو الميليشيات التابعة لإيران داخل العراق بقتل المتظاهرين. إن قتل المتظاهرين هاي يعتبر جريمة يعاقب عليه، وإن من أعطى الأوامر بالقتل فهو القائد العام للقوات المسلحة، وهذا لا يعفي. إذا استقال لا يعفي، فإنه يحاكم محاكمة جرائم بعد، وهذا انتصار ثاني وانتصارات للعراق إن شاء الله، وما انتصارات للعراق، والعراق منتصر بإذن الله منتصر، فلتخسى إيران وإسلامها، والعراق منتصر بهذه الشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل العراق. فليعيش العراق، عاش العراق. والله انها لا تكفي، ولا حكومه ولا برلمان ما يسوى قطره دم شاب واحد، مو طينا ضحايا. هذا كان الامر في 1 اكتوبر، قبل 1 اكتوبر، ولكن تمسكوهم بالسلطه وها هم اهل الفساد باقين بالسلطه، والفساد لن يدوم والبرلمان لن يدوم وماكو شيء باقي. الكل تتحاسب وكل تحت طائله القانون، والناشد محكمه دوليه لا هاي ان تاخذ حقها وتاخذ حقنا وحق شبابنا من هؤلاء الطقمة الفاسدة. فنطالب من العراقيين جميعا ان لا ينسحبوا، ما في انسحاب الا بعد تحقيق جميع استرجاع جميع الحقوق، وهي مو مطالب، استرجاع حقوق، حقوقنا ناخذها، إقالة البرلمان ومحاسبته على الاموال، تغيير وتعديل الدستور اللي جعلوا من عنده 5 مواد بعد الاتفاق، دخلوا 5 مواد حشروها بعد الاتفاق مصالح أحزابهم ومصالح وعلى قياساتهم هم. فهذه الثورة نجحت إن شاء الله، ولكن هذا غيظ من فيض وفرحة، ولكن فيها غصة. ليش شبابنا انتهت؟ شبابنا راحت ماتت ليش؟ كان من البداية يا رئيس الوزراء ولا سقوط الدم، واحد يرميها على الثاني، قائد عسكري يقول أنا ما منطي أمور، شلون ما منطي أمور وانت قائد عسكري؟ المحافظ يقول ما أدري بيه، اجا دخل ورموا عالم وانا ما ادري ليش خليتونا اشطحينا بشبابنا. ولا بد ان ينتصر الشعب، ماكو ثوره بالعالم مظلومه ويبقى الحاكم الفاسد باقي على عرشه والشعب يترنح من الجوع والظلم، وهم اموالنا ومصر دم الشعب العراقي كله في سبيل اولادهم. ما عندنا لا دراسه لا عندنا تعليم لا عندنا مستشفيات. انا جايك من مدينه منكوبه، الله شاهد، والله العظيم ما يصدقون الوثيقة إلا ب5000، وترجع تصدقها بالمديرية ب25، وكلها جبايات وضرائب ومنافذ حدودية، والشعب هذا كله
امواله وهي كلها رايحه ببطون وكروش الفاسدين. فنطلب من تشكيل هيئه نزاهه شوف شلون بعد وراء حل البرلمان. أولا أعزي نفسي والشعب العراقي لسقوف الشهداء الذين سقطوا في ساحة التحرير وفي محافظات الوسط والجنوب ومنهم من ضمنهم الناصرية الذي أخبارها حمامات من الدم وقعت في محافظة الناصرية. أما سؤالك تقول هل تكفي استقالة عادل عبد المهدي؟ لن تكفي استقالة عادل عبد المهدي. وإذا هناك قانون أو محكمة تسمى بالمحكمة الاتحادية مستقلة غير مسيسة للأحزاب فيجب أن عليها محاكمة عادل عبد المهدي على هذه الدماء الذي سفكت في ساحات التحرير وفي ساحات الاعتصام في المحافظات الوسط والجنوب. والشرط الثاني لن نقبل باستقالة عادل عبد المهدي ولن نكتفي إلا بسقوط الحكومة كاملة مع أحزابها والبرلمان وحل البرلمان. والشعب هو مصدر السلطات فالشعب هو اللي يقرر الحكومة لا رئاسة البرلمان ولا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء. الشعب من جاب هؤلاء ويذهب بهؤلاء ويأتي بغيرهم نزهاء شرفاء. لم تخلي العراق، العراق لم يخلو من ناس مثقفين وأكاديميين وناس ذو خبرة بالقانون. فما ليست هؤلاء، هذول حثالة التاريخ لأنهم نعتب على أنفسنا ونلوم أنفسنا لأن جئنا بهؤلاء الحثالة. لا نقبل إلا بزوال هؤلاء الأحزاب جميعاً وليست فيهم استثناء، كل الأحزاب. باستقالة الحكومة لن نكتفي، والبرلمان لن نكتفي، ورئاسة الجمهورية لن نكتفي. وبالإضافة إلى ذلك الدماء الذي سفكت على يد القادة الأمنيين سواء كانت في الناصرية أو في بغداد أو في محافظات الوسط والجنوب، القادة الأمنيين يجب أن يقوموا تقدموا إلى المحاكمة فوراً لينالوا جزاءهم العادل. وعلى وزير الدفاع أوجه رسالة إلى وزير الدفاع العراقي. أنا في الجيش السابق والجيش هو كيان مستقل ليست خاضع للأحزاب في قانون العسكري. فالوزير الدفاع يقول الطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين يا ترى من هو الطرف الثالث؟ فعليه أن يدلي، عليه إذا كان يمتلك المهنية العسكرية وإذا هو غير مسيس وغير خاضع للأحزاب فعليه أن يفرز هذا الطرف الثالث، وإلا لم يقول فهذه الدماء الذي سالت في ساحة التظاهر وفي محافظات أخرى عليه يتحمل هؤلاء الدماء. وإذا كان لديه الشجاعة والقدرة فأن يقول الطرف الثالث أو يستقيل كرامة لوجهه ولشرفه. دمرك انت تجوز من عنده وين يروح المطلوب منه؟ وين يروح المطلوب منه؟ شوف وين يروح المطلوب منه؟ المدولة وتعليها
وين يروح المطلوب منه؟ وين يروح المطلوب منه؟ الموت والهيتانية ضد الأحزاب الرجعية، ضد الأحزاب الرجعية، ضد الأحزاب الرجعية. وين يروح المطلوب منه؟ وين يروح المطلوب منه؟ وين يروح الهيتانية؟ كل شعوب العالم تمر بمراحل مفصلية عظيمة. سقوط عادل عبد المهدي اليوم واحدة من المراحل المفصلية في العراق، لأن كل القوى الإسلامية الفاسدة الحاكمة في العراق عولت على بقاء عادل عبد المهدي وكانت تختبئ خلفه. الآن سقوط عادل عبد المهدي المدوي يمثل بمثابة هزيمة كاسحة لكل أحزاب السلطة اللي تعاقبت على السلطة من 2003 وإلى حد الآن. أما حقيقة أنه هل تكفي أم لا، أكو قول مشهور للشاعر الجواهري يقول: سيحاسبون فإن علتهم سكتة من خيفة فستنطق الآثام. الآن كل آثامهم راح تنطق بعد سقوط عادل عبد المهدي اللي خلوه أمامهم دريئة. هو الرجل تصور نفسه بقاء راح يحميهم أو بقاهم راح يحميه. النتيجة اللي حصلت الآن أنه كل متغيرات التاريخ من خلال صمود شبابنا، صمود شعبنا في ساحات التظاهر، من خلال إيمان شعبنا بأنه هذه مرحلة تاريخية عجيبة يجب أن تحدث. أنا أكدت عدة مرات في عدة لقاءات أنه شعب العراق وشباب العراق لا ينتظرون يوم القيامة، بل قامت قيامتهم الآن. وسقوط عادل عبد المهدي المدوي اليوم هو مرحلة أولى ستتلوها مراحل سقوط كل الأحزاب التي حكمت العراق من 2003 إلى حد الآن، وراح تعقبها مراحل رائعة جدا لشعبنا. شعبنا من غير المعقول أن يكتفي بإسقاط هاي القمة الفاسدة، هناك قمم أخرى ستسقط وهناك أحزاب إسلامية أخرى فاسدة ستسقط إن شاء الله. لا استقالة ولا كرسي، كل هاي ما تفيد، لأن هو مو شرط استقالة، لأن هاي حتى لو يستقيل راح يجي وراء 100,000 حرامي وراح يجي 100,000 وراكب. هاي شغلة. الشغلة الثانية البارحة اللي راحت الشهداء بالناصرية وبكربلة وبالنجف وكل هنا وكل محافظاتنا، من نزلت البنية، نزلت بنية وبنت بلدكم عزفت النشيد وطنكم بكربلة، سويتوها اهتزت عروشكم وسويتوها القدسية انهارت. بس البارحة الشهداء اللي بكربلة وبنجف ما اهتزت عروشكم. هاي رسالة، هاي رسالة خاصة لأصحاب الدين اللي مكلب حاط كله 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 على المطلق، اللي حاط الدين بالسياسة. ابعد السياسة عن الدين وخلي دمك، خلي كلامك والدم صحيح. حتى بكتاب الله يقول لك أوقفوهم فإنهم مسؤولون. باكر أكبر أنت رب العالمين، أنت حاسبك أنت البدين. إن شاء الله الأبو سقط والأبناء يسقطون، الأحزاب يسقطون. عبد المهدي لو مستقيل قبل أسبوعين، قبل شهر، قبل 11، قبل 25، الشهداء ما طاحوا 500 و600 و700 و15 أو 20 ألف جريح. ما تستحي اليوم باكر تاريخي نعلك، لا أحزابكم، إحنا عراقيين. ذي قار تنزف زلم وبغداد حزنانة، بالتحرير تلقاني تراني وافزع دوم لاخواني. تراني ابد ما ينوكل لحم، تراني عراق والاصل كله حمية. صدق عالم خرس والوادم بسكته، طاح بكربلة بذي قار، طاح بكربلة شمشاب، اعمش بيك ما شفته، تباوع على البشر وتشوفها بتك عين،
تذبحنا الصبح والعصر متونسين. الطاح الطاح ودم الطاهر ربك ما ينسى. اليوم اليوم مو تطبير، اليوم مو تطبير ولا دق الصدر. طاحوا الشبان بسلاح الكفر، طاحوا الشبان ما إلهم معين. وأحزاب الشيعة علينا مسلطين، ريت تنهض يا ابن أمير المؤمنين. احنا عاهدنا الوطن وطينا دين، الظاهر دوم الظاهر واشتع عينك بالتحرير. استقالة عبد المهدي أساسا هو عبارة عن دمية وضعت لا يقدم ولا يأخر. إحنا الدستور، مجلس القضاء، تبديل المفوضية، هاي كلها مطالب. عبد المهدي إن غاب لا يعد، وإن وجد العفو إن وجد لا يعد، وإن غاب لا يفتقد. دمية ويحركونها بكيفهم، هذا ما يمثلنا. عبد المهدي يجب أن يحاسب، الحكومات القبلة يجب أن تحاسب، لأنه من بداية استلامهم للحكومة لهذه اللحظة هم مصدر فساد، مصدر دمار للبلاد. شوف هسه تباوع الدول كلها وين واحنا وين. رجعونا الى العصور الحجرية، ناس ملأت الجيوب ونست الشعوب، ناس التهت بجيوبها ونست شعوبها. فهؤلاء هؤلاء يعني يجب كلهم لازم نخلص منهم، الجميع الجميع لازم نخلص من عندهم. لا عبد المهدي الحلبوسي لازم نخلص من عده، هو والشله مالته البرلمان الفاسد كلهم فسده. لا عبد المهدي ولا غيره كلهم فسده، نريد كلهم احنا نخلص منهم. والاحزاب خاصه الاحزاب هاي الحاكمه، الاحزاب الكافره هاي كلها هي دمرت البلاد، هي اساس الخراب والدمار. اليوم العراق ينتج بلد نفطي، بلد غني، يمتلك ثروات اقتصاديه وزراعيه وصناعيه. ما ممكن أن يعاني من بطالة 70%، وما ممكن يعاني من مثلاً أم رحيم، أم الشهيد، تلم قواطي في سبيل تستجلي لقمة العيش. هذا خزي وعار. إضافة إلى ذلك أنه ظهرت عمالة الأطفال، العفن أنا عندي مقطوعة صغيرة للمداخلة، مقطوعة عن العفو عن عمالة الأطفال. بشرفكم أكو بلد غني طفل يبيع العليك، أظل أكتب حزن ما أكتب أفراح من شفت الطفل عاف الدراسة قاعد على الرصيف ووجهه متعوب. علاقة بربع يهل السياسة يحلم بالدرس، يرسم فراشات يكتب على الوطن ويعلى اللساسة. نده فيه الوقت فزز جراحات، ومن كثر الحزن شيب تراسه. على كف الصبر يخفيها الجروح، ما يشكي الألم كل هم مناسه. تبقى انت الفقير وبيتك الطين، وين عيونكم يا اهل الرئاسه. اليوم نريد الحكومه ان تاخذ موقف جدي وواقعي لهؤلاء الناس والمحافظات، لاجل العراق. العراق ابو الحضارات، ابو الكبرياء. العراق مو فقير، لكن احنا اليوم يعني بصراحه الحكومه عاجزه، لذلك لازم ان يخلون
تصليحات فورية وجذرية وسريعة جدا تمتز غضب الشارع. ما أطول عليكم، عندي قصيدة تلم كل طوائف الشعب العراقي وقصيدة تغنت وحب الوطن. أتمنى نلغي الحرب ونعيش كنا أخوان، كرد ومسيح وصابئي يجمعنا فد عنوان، الشيع والسني سوى دمهم فرد شريان، يجمعنا حب الوطن لا تقول ذاك فلان. ملينا صوت القصف ملينا بس أحزان، بغداد غنت أمس ريل وحمد والحان، القاع غصة حزن ظلت بقايا إنسان، الغيلي كلمة متت الغيلي هم دفان، الطير هاجر أمس شاف النهر عطشان، الهور جف ونشف جزع على المعدان، بس ثاني عامر أمس هسه انترز دخان، الله أكبر خفت فجرني وقت أذان، ما ريد جنة عدن جردني من نديان، عيشني مرة بسلم بردا وقول أمان، آشور قام انتفض من هدوا البنيان، بيبان قفلت أمس هسه مشرع البيبان، ناطور جبت العمر حارس وفي الميدان، باعوني برخص ثمن باعوني شي إنسان. بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، حبيبي العزيز هاي عملية إرهابية وهاي مسوسة وهاي من إيران وأمريكا وإسرائيل كلها ضدنا، فنحن شعب عراقي واحد وإن شاء الله ننتصر عليهم بحيل الله. وهاي عندي رسالة إلى إيران، يقول اطلع اطلع يا الإيراني من ديرة الكرار، اطلع يا الإيراني من ديرة الكرار، يا غيمة مطر يلب الحقد مطار، عراق شماله وجنوبه يطلب أكثر، كل حبة رمل بينا تطلب أكثر، كل ورقة الشجر بينا تطلب أكثر، اطلع لان طلعت قوة يلا بسرعة استختار، وجاك للحرب للتحرير الحر وميثم وعمار، وخازنها يذبك وين بيها يقول المعتار، هو لحقم الدهور وآخر يوم ويا لحقم الدهور، آخر يوم ويا لحقم الدهور آخر يوم. كنا حزان كنا حزان متحزمين، كنا حزام متحزمين، هسه اختلفت النية، هسه صرنا طشار لأن طبت حرامية، نفس ذاك الظلم ونفس ذاك الجور هم ردت البعثية، الشيعي والمسيحي والصبي والسني ينذبح يومية، وجل الأحزاب تقول الأحزاب حرية، وين اللي يحجر بوجدان والمعروف باعونا شلع لابن اليهودية، وين اللي يدق زنجين نص الليل شو يا هلك الضي يقول شعلية، صدق دم رخص صدق دم رخص وكتلون الأحزاب، صدق دم رخص وكتلون الأحزاب، ونازل للوطن رتانة أحميه، جانب ليل جانب ليل ظلمة ولابس الفام، جانب ليل ظلمة وساحب أقسام، جانب ليل ظلمة وساحب أقسام، وهاي البصرة هاي البصرة تنزف بس كفاءات، وذقار الحبيبة وذقار الحبيبة بالتوابيت، شو مسوين احنا اطينا الاسباب، شو مسوين الله اكبر كتلونا كله، شو مسوين احنا اطينا الاسباب، الظاهرنا الوطن شيبي عصابات، اشكيلك اشكيلك يا ابن الزهرة ناس وكلهم كذابة. عالم للناصرية.
اليوم أطالب بذم الشهداء الناصرية إلى الراحة وأمس. نعم لا تكفينا استغالة عادل عبد المهدي، تكفينا إلقاء الخضراء، وتكفينا إلقاء الأحزاب، وتكفينا إلقاء البرلمان، وتكفينا كل السياسيين والعملاء اللي باعوا الوطن وما خلوا له كرامة، نزلوا الوطن لأقصى وضع. وهذا حال العراق، وهذا الشعب العراقي. شوف شلون فرح اليوم بأبسط الأمور استقالة عادل عبد المهدي. نعم حدثت مشاجرات وحدثت قتل وشهداء من الأحزاب، الأحزاب اللي هي مندسة، والأحزاب اللي هي خربت البلد، والأحزاب اللي هي خربت المظاهرات السلمية. ماكو مندس ولا أكو واحد جاينا قريب. نعم الأحزاب اللي هي غربة وهي اللي دمرت البلد. ما عندنا غير هاي الرسالة، ونبقى صامدين إن شاء الله ونحرر بلدنا بعون الله. احنا نريد الحكومة كلها تنشلع، الحكومة كلها تنشلع، ما نريد اي واحد منهم، لا عادل عبد المهدي ولا البرلمان. نريد تجينا حكومة عادلة، وهذا الشعب باع المظلوم الطالع. هذا لو ما مظلوم ما يطلع. اول شيء الحكومة هي دافعتهم للقوات اللي موجودة بالمحافظات. القادة شلون ما يعلم اكو جندي يطلع بدون قائد يضرب شعب؟ ماكو ايش حكي. انا هسه اقدر اضرب دول المتظاهرين اذا مو عندي ظهر ومدفوع؟ هذا الحكي غلط مرفوض. ماكو قائد ما يدري زين، وماكو حكومة ما تدري. هذا الشعب المظلوم انتفض، وان شاء الله هاي الانتفاضة ان شاء الله سلمية، هي طبعا ان شاء الله سلمية. بس اخوتي بالنجف ها وبذي قار بالناصرية اخوتنا ان شاء الله، انا ادحت وياك اخ من اهل الانبار زين، ذولا اهلنا واخوتنا ودمنا ولحمنا. جوي هاي الفئة التعبانة دا تفرق الشعب العراقي، ان شاء الله ما يتفرق الشعب العراقي، يظل هو هو زين. والله اهل النجف يخابروني اتصال وياهم، اني اصدقاء نساء ورجال، والله البارحة روسهم ما يطلعوها من الباب، وبعض الناس قام يصعدون القوات يصعدوها بالاسطوع على مود تضرب المدنيين. ليش؟ حرام. انت اذا تضرب لك عدو هاي امريكا روح اضربها، العدوان الموجودين روح اضربهم، ليش تجي على ابن بلدك؟ ابن بلدك هو مظلوم. احنا اللي دا نسمعه يعني ناس لابسه عسكر، احزاب غير الاحزاب ما نعرف، بس هي اكو قوات خاصه بهذا الموضوع. عادل عبد المهدي اللي هو مترأس الحكومة الحالية اللي هو رأس الهرم، هذا بداية نفع حاليا. استقالة لا تكفي، احنا لما الشعب كله طالع لإقالة، مو استقالة، لإقالة. هو مو مستقال، هو مقال من قبل الشعب، من قبل هذا الشعب المنتفض. الاستقالة يجي عن رغبة، هو يرغب انه يستقيل، هو مو رغبته واستقالته، هو رغبته يبقى بالكرسي ويستمر بحكم هذا الشعب، ان كان ظلما ان كان صح. ولا هو ما حكم صح لليوم، صار 16 سنه كل الفئه اللي تحكمنا هي جايه على مصالح منتفعه من العراق، وكلهم ما يحبون العراق، كلهم ما يقعدون على دجله، كلهم ما يقعدون اي منطقه ما يحبوها بالعراق، كلهم ما يحبون العراق نهائيا. هو مو مستقال، هو مقال، هذا مقال من قبل الشعب، والبقيه حيقالون مثله. لان اذا طلع راس الهرم الطفل الاب اذا راح الابن هم يروح، كلهم يروحون واحد واحد، الشعب كله منتفض ضدهم، وان شاء الله ان شاء الله وراهم. وهاي الشعوب ما تنسحب، ويكفي هذه اللحمه العراقيه اللي هم صار 16 سنه يزرعون بهذا الجيل التفرقه. كل شيء دخلوا علينا، دخلوا علينا المخدرات، دخلوا علينا عسكره المجتمع، عسكروا المجتمع، بس مع ذلك بقى الشعب صامت وملتحم. يكفي كل المحافظات هنا، يكفي كل الفئات هنا، المهندس هنا والدكتور هنا والجامع هنا والأساتذة هنا، كلهم الكسبة والطبقة المسحوقة المتعففين كلهم هنا.
تشملنا اللي هي ساحة التظاهرات والاعتصامات. الشعب مو بس معتصم، محتاج، محتاج على هذه الوضعية المزرية. هم القادة كلهم جاي محاصصة، كلهم من الأحزاب، قائد إلى من الحزب الفلاني، قائد إلى، كلهم مو قادة، كلهم هذول مو جيش، كلهم مو جيش. أول كان يبيع نفط شدوا له عميد، كلهم مو جيش، كلهم مو قادة. أولا استقالة عادل عبد المهدي جاءت في وقت متأخر، وإنما هو مستقيل أو مقال من قبل الشعب وفقد شرعيته منذ 11 حين خروج المظاهرات. مطالب الشعب عدة وليس في إقالة عادل عبد المهدي، وإنما هنالك مطلب مهم وهو إقالة البرلمان وتشكيل نظام رئاسي. ثاني بعد مطالبات الآخر حالة عادل عبد المهدي والزمرة المعاونة له الذي قاموا في قتل الشهداء، ويجب محاكمته شرعيا ودوليا أمام المحاكم، وذلك لأخذ بحقوق الشهداء الذين سقطوا في جميع محافظات الشعب في جميع محافظات العراق. وهذا الشعب اليوم الذي ترونه في أعينكم إنه شعب خارج على عدة مطالب، وليس مطلب واحد وإنما هو قائد عبد المهدي، وإنما إقالة المطلب الأساس والرئيسي هو إقالة البرلمان وتشكيل نظام رئاسي، وهذا المطلب هو القضاء على جميع الفساد الموجود داخل العراق وفي مؤسساته الموجودة، من سواء كان مؤسسات تربوية أو مؤسسات مدنية، وذلك لاحتواء غضب الشعب الموجود هو إحلال البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مستعجلة لغرض الهدوء في الشارع العراقي.